بس في افكار ما راح تقطع، ومش هو العنصر الطائفي الموقف القصة. طيب عندهم رؤية، هن ليك رؤيتهم شمولية توسعية، أنا رؤيتي على قد وفقا للوضع الحالي للبلد، وهل قلناه يعني بالموجز، أنا ما بدي آخذ الكلام يعني عندكم، وخلينا نسمع رأيكم. شكرا. شكرا سعادة النايب. بتخيل هلا الحديث مشوق، شو رأيكم؟ تخيل بدا، لأنه بس كان لازم أقول إنه قدرنا نوصل صوت وسيم شميساني على البرلمان اللبناني. شكرا وسيم على المداخلة. نحن الهدف الأساسي تبعنا كان التركيز على الأفكار اللي بترمي للتنمية البشرية والتنمية الاقتصادية، منشان هيك ما رحنا إنه نغير كل الطبقة السياسية، لأنه ما بتخيل منتدى الشباب الاقتصادي من أهدافه هيدا الشيء، بس بهمنا الإصلاح، بس الإصلاح على الأرض. شكرا. في كان عمر عندك مداخلة، آخر مداخلة. شكرا. أنا بس بدي أقول يعني برافو لكل الناس اللي عملوا هذا الشيء، لأنه شيء عن جد ملفت. وبس من حديث الوزراء والنواب كثير مهم هذا الشيء، يعني النبض التغييري عند الشباب موجود، وكان ناقصنا البدائل، وهيدي اول مرحله، يعني ما بقى فينا، كان فينا هلا صفى في حاله في بدائل حقيقيه. وانا هون فعلا يعني بطلب من النواب، او جرب اقترح على النواب، وحضرتك مسيو سيرج موجود هلا، شو الالتزام اللي ممكن تقدمه لمنتدى الشباب الاقتصادي بدعم او، وهذا بالاخر هيدي وجهه نظر ما بتعبر يمكن عن منتدى الشباب الاقتصادي انما عن افكار الشباب، شو هو الاكسس اللي بيقدر يوصلوا له الشباب على اللجان النيابيه المتخصصه، على عند النواب؟ يعني قديش مسموح او قديش سهل انه زينة تعمل تليفون او تبعت ايميل لأستاذ سيرج تقول بدنا نناقش مع حضرتك او مع الكتلة او مع الكتلة الاخرى او مع اي نائب اخر هيدي الفكرة؟ قديش سهل هيدا الشيء بجو البلد؟ شكرا. انا يعني بالمداخلة قلت انه ما بدي النقاش يكون بيني وبينكم، لا لو اذا في جلسة، لا اذا في جلسة نقاش مستعدين. هلا بلكي انا هيك طبعي هيك ما بعرف، بس كل واحد عنده طبعه، مثل هيدا النظام كمان هو النظام اللي حكى عنه الاخ هونيك الشاب، موضوع النظام الطائفي، يعني ما بدي فوت كثير، هيدا نظام نحن بلكي ما بنحبه، بس هيدا نظام لبنان ما بيتغير، هيدا هو، يعني لازم نقبل هيدا النظام بس نحسن فيه، يعني اصلاح بالنظام هو شغله منيحه، وين في ثغرات بهالنظام بدنا نصلحه، بس هيدا نظامنا، وانتم بتعرفوا الحساسيات بالبلد، مسيحي، مسلم، ارمني، سني، درزي، كل هيدي شبكه مرتبطه ببعض، يعني من الصعب نفوت بنقاشها تنطلع منه بمجلس نواب ما توصلنا، وانتم بتعرفوا صار في نقاش حول موضوع الغاء الطائفيه السياسيه اللي ما توصلنا لاي نتيجه، لانه كان في ردات فعل عديده. شو بدنا بهالشغله؟ بالشق تبعولك، لا بس اول شيء الكونتكست، ما نقعد نتعب حالنا نفوت بنقاش ما في جدوى، خلينا نفوت بنقاش نوصل لنتيجه. فيما خص باي اقتراح قانون، جيت لعندي انت بفكره مثلا موضوع التشجير. انا التشجير مؤمن فيه، بس التشجير بلبنان ما بيمشي اذا ما الزمنا نحن اصحاب الورش او اصحاب المشاريع، يعني القانون بده يكون واضح انه 1-2-3% من هالارض او هالمساحه المبنيه يكون فيها الخضار. موضوع السطح شيء اهين شيء بعده لهلا، بس ضمن في مناطق مثلا تعطيك مثلا موضوع الارميد بالضياع اختفى، هو القانون موجود انه بالضياع مثلا مثل بكفية او هالضياع هالحلوة او جزين اختفوا هيدول، مع انه هذا الارميد اساس الجمال بهالضياع او البيت الحجر اكس. من هيك بدنا نكون صارمين بالقانون، من هيك نحن هلا بهالتشريع البسيط اللي عم نعمله بالمجلس، بسيط جدا. ليش قلت اول شيء انه عم نكرر نفسنا بالاقتراحات؟ بدنا الافكار الجديده، مثلا الاقتراح اللي عم نكرر نفسه الغاء الغرامات بالبلد، شيء مضحك انه في ناس تدفع غرامات، في ناس تدفع بوقتها، وفي ناس ما دفعت، في ظروف البلد، بس بدنا نطلع من الستاندرديزاسيون، بدنا شيء جديد. من هيك بدها تعاون، تنوصل للتعاون توكاتي تشورت. جيت لعندي باقتراح معين بدرسه انا وياك، ما بدي اول شيء، ما بدي كبر القصه، اذا انا اقتنعت فيه الاقتراح مشيت فيه مضيت عليه. هلا منجمع بنعمل مثل نوع من يعني توافق
على الصعيد الطائفي وعلى الصعيد السياسي نوصل لنتيجة. يعني أنا مثلا بأنع كتة معينة، مثلا سيمو أبي رامية بيمضي معي، معناتها كتلته نوعا ما موافقة على هذا الاقتراح اللي قدمته. من هالمنطلق منبلش فيه أول شيء على صعيد التوقيع، وبعدين نطرحه منسجله بالمجلس كروتين إداري، وبعدين على أي أول هيئة عامة أو قبل الهيئة العامة إذا كان يعني في توافق عليه نوعا ما، بيقطع اللجان ومن اللجان دغري بيروح على الهيئة العامة بتوصل لنتيجة. بس أكيد طويل القصة لأنه التجاذبات بدها تفوت والقصص والمصالح ورجعنا كل هيدا. بس هيدا ما بيمنعني أنا يعني الأمل أقطعه دغري أنه لا، أنه أنا ما في نتيجة، لا لازم يكون مثلا القانون يجي من عند الرئيس بري أو من عند سعد الحريري طيقطع القانون. لا منا هيك، أنا ضد هالفكرة، لكن بدنا نحاول. قلت برجع بقلكم الأفكار البسيطة اللي ما فيها الكلفة الكبيرة وهالتغيير الجذري بأي قانون كان بيقطع. يعني هاي بدنا محاضرات طويلة يا بقى. بالعكس ضد السفر، لا بالعكس، أنا ولادي هون صغار، ولادي مصر على البلد وما حدا ياخد جنسية تانية، وخليكم بهالبلد لأنه مستقبله 1000% منيح وأحسن من هلأ بكثير أكيد. شكرا سعادة النايب. يعني ونحن بنتمنى، نحن كمنتدى شباب الاقتصادي بالنهاية يعني هيدا اللي بنقوله دائما، إنه هو منن أفكار، إنه هو أفكار الشباب، أفكار القراء. ونحن بنشجع الكتاب، عفوا نحن بنشجع الكتاب انه هن يتابعوا افكارهم، ونحن مستعدين ندعمهم، مستعدين بركي نوصلهم بالاشخاص المعنيين باصحاب الشأن. اخر كلمه لنسرين بس دقيقه مش اكثر، وبعدين من عندنا حفل توزيع الشهادات. بشكر الاشخاص الشابات على المنصه، شكرا زينة اني ادريانا. اول شيء بدي اقول يعطيكم العافيه كلكم على كل الشغل يلي صار. بس انا بدي ما بعرف، كان عم بيقول معالي النايب انه يمكن اكثر المواضيع مش سهل تطبيقها، او في مواضيع ممكن ما نقدر نمرقها. انا بتخيل انه خلال الحوارات يلي صارت للتحضير لهيدا الشغل، ولا خلال كل النقاشات يلي تمت، كنا عارفين انه في مطارح يمكن ما تتطبق، واللي تناقشنا فيه انه نوصل لاشياء عن جد فعلا ممكن تتطبق. سؤالي هون، اذا نحن كجيل شباب شايفين انه هيدي الاشياء عن جد ممكن تتطبق وناقشناها وعالجناها ويمكن حتى تحاورنا فيها مع اشخاص ذوي اختصاص، شو المانع من انها تتطبق؟ ليش بدنا نحط انه ممكن ما تتطبق؟ ما بعرف، معالي النايب هون ما عم يسمعني، تخيل. طولي بالك نسرين، طولي بالك. انا عم بسال انه نحن كجيل شباب اشتغلنا على هيدي المواضيع وناقشناها، وحتى ناقشناها مع اشخاص ذوي اختصاص، شو المانع اذا نحن كجيل شباب شايفين انه هاي المواضيع عن جد فعلا ممكن تتطبق؟ شو المانع انها تتطبق؟ لانه نحن فعلا وصلنا لمطرح حسينا حالنا ممكن انه احلامنا كثير كبيره، ويمكن عم نتوقع اشياء خياليه صعبه تتطبق، بس جربنا قد ما فينا ننزل على الارض، ولما حكينا مع اشخاص ذوي اختصاصات عن جد انه نوصل لاشياء نحن شايفين انه في مقدره ان نطبقها على الارض، ليش بده يكون لا مش ممكن؟ والسؤال الثاني بالنسبه لموضوع هيدي، تعليق صغير يعني، بالنسبه لموضوع مثلا قانون الارميد بلبنان، هو صحيح القانون هو مثل مهم، بس صحيح القانون موجود، بس للاسف يعني الارميد غالي جدا لدرجه ان الناس بلشت تتجاهل وجود القانون. يعني في اسباب لحتى بعض القوانين ما عم